الله وبركاته. اليوم بنتكلم عن القطاوة الحلوين دول جاك ولوسي. بالنسبة لعدد الوجبات، التعويد على الليتر بوكس، الشاور، طبعا عدد الوجبات اليوم بتكون 3 وجبات، تمام. يستحسن يكون فيه طبعا ويت ودراي الاثنين مع بعض. بتشتغل ليه؟ ما شاء الله بياكل حلو خالص. طبعا الرجال دايما مسيطرين. جاك مش عارف يسيب لوسي تاكل اصلا، فطبعا خذ لها حقها يعني. كل يا لوسي، خش يا جاك، يلا خش يا جاك. لا بس لوسي حلوه ما شاء الله عليها، يعني حاجه كده بونبونيه يعني. بس اللي انت خدت حق الراجل في الاكل، انت مسيطره باين عليك. طبعا بيبتدي نعود القطط على الليتر بوكس ابتداء من الشهر الثاني، تمام. في طرق كثيره لتعليم القطط على الليتر بوكس. ممكن دايما بيخلي البوكس قريب منهم زي كده، هما بعد ما يخلصوا الاكل بيروحوا عنده، تمام. ممكن طريقه ثانيه برضو، حط الاكل ويرميها فوق الليتر بوكس، تمام. هما الحين بيروحوا فين؟ يدوروا على الاكل والمويه، يروحوا فوق الليتر بوكس زي كده، بحيث بعد ما بيخلصوا الاكل بيعملوا الحمام في الليترز دي، تمام. طبعا القطه لما تيجي عليها على الليتر بوكس بتحس بالرمل تحتيها، وبطبيعتها هي بتحب تقفل وتلعب في الرمل، فلما تحس بالرمل طبعا بتعرف ان ده الرمل اللي بتسوي فيه حاجتها. كل ما تسوي حاجتها في الليتر بوكس بيديها ايه؟ تريتس، مكافآت. دي برضو من ابرز واهم وانجح الطرق في تعويض القطط على الليتر بوكس. طبعا بالنسبه للفاكسينيشنز التطعيمات، بس معلش يا دكتور سؤال ممكن؟ اتفضل. هذه ايش انواع؟ يعني عندي دي شيرازي، مسك شيرازي لكن هايبرد هجين. طبعا الجاك بنجال مع شيرازي برضه هايبرد. لكن فصائل القطاوه متعدده، فصائل القطاوه متعدده. يعني هي بنسميها هايبرد، يعني هي ميكس او هايبرد ما بين اكثر من سلاله مع بعضها. نقطع، تمام، ونكمل الفيديو. طبعا التطعيمات الاساسيه للقطط تبتدي من عمر شهرين. يا جماعه ما حدش يهبد ويقول من 3 شهور، رسميا تبتدي التطعيمات من عمر 6 اسابيع اللي هو 42 يوم، لكن احنا مجازا بنقول عشان ظروف بلادنا في الاكل وفي التغذيه وفي الجو واللايف ستايل بتاع القطط مختلف عن الدول اللي اتعملت فيها الابحاث دي. بنقول نبتدي التطعيم مجازا من عمر شهرين، ده انسب للتطعيم. اذا كانت القطه سليمه وكويسه صحيا ومناعيا بنبتدي نطعمها من عمر شهرين على طول. بنبتدي طبعا بتطعيمها الفيروسيه، بدي منها الجرعه الاولى، بعد 21 يوم بندي البوستر دوز او الجرعه التنشيطيه، تمام. وبعدين بنكمل تطعيمات، ممكن بعد اسبوعين ندي تطعيم التريبس او الصوم. ده بالنسبه للتطعيمات. بالنسبه للشور او السترين، في زين كعب يحبون اللعب، هم اللعب حاله تلعبين. بالنسبه للشاور، طبعا في اول 4 شهور من العمر ما بنعملش شاور عادي، بنعمل دراي شاور اللي هو شاور جاف. نبتدي بقى بعد 4 شهور نعمل الشاور العادي، تمام. بالنسبه لتنظيف الليتر بوكس دي معلومه مهمه جدا،
يوميا بننظف الفردوكس بنسبه الغاز التراب وبنشيل كل الاجزاء اللي هي متكلكعه زي كده تمام وبنحطها في كيس او شيء خارج الفردوكس وبنضيف رمل زياده كل ما ينقص الرمل اهم شيء ما يكونش فيه ريحه طالعه من الرمل ومشي اتاكد انه الليتر بوكس في الارضيه بتاعته مش اي حاجه لازقه كده لازم نشيل كل اللزق لانه ده بيكون مصدر الرائحه تمام ونضيف رمل زياده بعدين الجو بس احطها في التكييف ولا انا معايا ولا طبعا انسى الجو اللي هو بتاعك من 25 الى 30 درجه ممكن تحت عالي بس ما تكونش اقل من 25 خاصه مع وقت الصلاه عشان ما تعرفش نزلات برد ومشكلات في الجهاز العصبي. نسي نقول حاجه اليوم ان شاء الله هنمشي. يلا يا جاك عشان في مصارعه شغاله ما بين لوسي وجاك. جاك هيكسب ولا لوسي؟ فين جاك؟ تعال جاك في راجل يهرب برضه؟ جاك بيهرب ان شاء الله ان شاء الله يبقوا قويين وحلوين ايه ما شاء الله ممتازين ايه رايك فيهم؟ لا ما شاء الله والله زين حاجة حلوة خالص يعني. انا ما كان عندي فكرة الحين الحمد لله لازم كل ثلاث شهور نعمل جنرال تشيك اب فحص دوري عشان نطمئن ما فيهاش اي امراض زونوتيك مشتركه اللي تنتقل من انسان حيوان والعكس او هي امراض عامه مواضيع غير مواضيع او مشتركه او غير مشتركه تمام بالنسبه لقضيه ان نوم القطه ينام معايا في نفس الاوضه ولا انا شخصيا ما بفضلش ان القطه ينام معايا في نفس السرير او نفس المكان ولكن لو الشخص حاب ان القط يعني ينام معاه في نفس السرير او نفس المكان مفيش مانع ولكن بشرط القط يكون سليم مشكلات ولا اي امراض مشتركه ما فيهوش اي مشكلات يكون نظيف القط يفضل طول اليوم يلعب ويتفرهد زي كده عشان يجي بالليل ينام ما يقعدش ايه صاحي من النوم كل ساعه مش هينام ويرتاح هو وانا مش هينام مش هينفع صح تمام دي ان شاء الله كانت بعض المعلومات المفيده عن القطط وان شاء الله حابين ان يعجبكم الفيديو تدعمونا بسبسكرايب ولايك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب كلمة أخيرة يا دكتور. أنت كنت أول ما الكهرباء قطعت أول نور طفى عفوا كنت تتكلم عن الفصائل، عايزينك تدينا فصيلتين ثلاثة ثاني غير الشيرازي وكده يعني. فصائل قطط كتيرة جدا. يعني مسميات كده. بيجي فيس، في هيمالايان، في السكوتش بأنواعه، في عندي الشيرازي. طيب إيش رأيك كل في عندي البنجال، في عندي الخط الفرعوني. دي بعض القطط فيها طبعا كتير انواع من القطط الثانيه طيب ايش رايك نحن نقدر يعني نتعرف عليها من خلال قناتك كل مره تنزل لنا فيديو ان شاء الله ان شاء الله في فصيله معينه دي فكره حلوه مره شيرازي وان شاء الله رايحين نسوي حلقات مخصصه بالسلالات ايوه كل زين زين نمسك سلالتين او ثلاثه من القطط نتكلم عنها بحيث مميزاتها انه الهاديه انه العصبيه انه تناسب البيت اكثر انه تناسب الاولاد انه تناسب البنات اكثر ميزاتها حجمها وزنها مواصفاتها الشكليه باذن الله عز وجل خلاص اوكي ان شاء الله في نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله يلا اي كلمه اخيره خلاص السلام عليكم